اعلم يا قاطع السلام أنك مبغض من عند الله إن لم تتب، مبغوض عند الله. من حياه الناس بالتحية ولم يرد فإن الملائكة سترد بدلا عنه. إياك أن تجزع إذا امتنع أحد إخوانك عن السلام عليك ورفض أن يسلم عليك، وعندما يراك كأنه يرى الشيطان والعياذ بالله. بلغني من مصدر موثوق أن أحدهم لم يسلم على أمه أكثر من 10 سنوات والعياذ بالله. قال أنا أقاطعها ولا أكلمها ولا ألقي عليها حتى السلام، وأنا أتأسف وأتألم كما يتألم بعضنا عندما يهجره أقرب الناس إليه. أقرب الناس إليه يقول خويا، يفوت بجنبي ما يقول السلام عليكم، ما هذا؟ إنه تنكر لتعاليم الدين ولمبادئ الدين. ومن أجل ماذا؟ من أجل 4 فرنك 4 سوردي، أو من أجل قطعة أرض، أو من أجل كلمة أو كلمات ربما يكون بينهم شبر من الأرض أو متر من الأرض، فيصارم أحدهم أخاه. إلى أين يذهب هذا الأخ؟ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن وهو يصف هارون وموسى، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فإنه يقتله بطريق غير مباشر، يقتله معنويا، يلاقيه ويسلم على جميع من حوله، يسلم على الناس ويصافحهم، كيجي الخوف يتجاوزوا. هذه هي تعاليم الدين. أأنت أيها المقاطع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم تدعي ذلك؟ روح للنصارى، لليهود، لأي فئة، لأي طائفة. لا يقاطعون بعضهم البعض، هذه أخوة الأم والأب. فقد بلغني عمن آثق في كلامه أن بعضهم مرض مرض الوفاة، مرض الموت، فقال ائتوني بأخي لأراه، لأصافحه، لأتسامح معه. فقال الأخ البار العاصي العاق لن أقبل بمسامحته، يموت هكذا ولا يراني ولا أراه. والله إن هذا الكلام لصحيح، وهنا ووقع عندنا. أما بعد معشر المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. هذه الآية جاءت لتعالج بعض القلوب المريضة ولتداويها من أسقامها وأهوائها وزلاتها وسقطاتها، ألا وهي رذيلة الحسد والحقد والبغض والضغينة ووساوس الشيطان. معشر المؤمنين، قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الناس بأحسن تحية، بل ويرد التحية حتى على اليهود وغيرهم. فكان يقول عندما يسمع تحية اليهود يقول وعليكم، ما بال بعضنا يمتنع عن تحية أخيه المؤمن، عن أخيه ابن أمه وأبيه، فضلا عن أخوة الإيمان والإسلام. ما هذا معشر المؤمنين؟ نرى أن بعض الناس يتقدم الصفوف ويشق الصفوف، وتراه يكبر ويسلم، ولكن إذا بحثت في حقيقته وجدت أنه منكر مبغض لغيره، يود أن يختم على الناس بغير كلام وبغير السلام. ما هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإذا حالت بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه. رواه النسائي وأحمد وغيره. فليسلم عليه حتى إذا حالت بينك وبينه شجرة.
ولقيته بعدها، فعليك أن تسلم عليه إذا كان المجال مفتوحا لذلك، ولم تكن مشغولا، لأنك تعلم عبد الله أن السلام كما قال رسول الله: ألا أدلكم، صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: ما هو؟ ضمن الكلام، مضمون الكلام ما هو؟ قال: أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. هذا ما نتمناه، وهذا ما يرغب فيه المؤمن. ما هي الخصلة التي تقرب القلوب من بعضها؟ ما هو الشيء الذي يحبب الناس في بعضهم البعض؟ هي كلمة لها دلائل ومعاني ولها أسرار من عند الله، إذا قلتها فإن الله سيقرب بينك وبين القلب البعيد عنك. عليك عبد الله أن تفقه معاني السلام. إذا كنت من أهل السلام فإن السلام هي السلم والاستسلام، ومعناها التحية والأمان. وفي هذا قال ابن حجر نقلا عن أكابر العلماء: من لم يرد السلام فتوهم منه الشر والعياذ بالله. تجد الإخوة ابن الأم الواحدة وابن الأب الواحد أحدهما يقاطع الآخر. وأقول إن لم أسيء الظن، إن لم أسيء الظن بكثير منا، فإن الإخوة قد تمزقوا الشر ممزق، ووصلوا إلى درجة أكثر مما وصل إليها أبناء يعقوب، بلها أبناء آدم. واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. اعلم عبد الله أن هجر السلام هي قتل معنوي، قتل معنوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كنت من أهل السلام فاعلم بأن الله تعالى قال في أصحاب الجنة ماذا قال فيهم؟ قال فيهم: تحيتهم فيها سلام. فإن لم تكن من أهلها في الدنيا فلا تطمع أن تكون من أهلها في القيامة، ولا تحلم أن تكون ممن يصلون بالسلام إلى أفضل الدرجات وأعلى الرتب، ألا وهي مغفرة الله. كيف لا؟ واسم الله تعالى السلام، على ماذا؟ من أجل ماذا تقطع السلام عبد الله على أخيك ابن أمك وابن أبيك؟ قد تستغرب عندما تسمع أن الأخت لا تكلم أخاها العام والعامين والثلاث والأربع، وأن الأخ لا يكلم أخاه. أين ذهب صمام الأمان؟ أين فقدناه؟ مفتاح السكينة والوقار ومفتاح الأخوة ونبراس النبوة ألا وهي كلمة السلام، خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، وجلس الرجل. فقال النبي عليه السلام: عشر حسنات. ودخل الثاني فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرون حسنة. ودخل الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون حسنة. اسمع عبد الله، تجد أن المؤمن يفرك المؤمن ويقاطعه ولا يكلمه لا لشيء إلا لتوافه الأمور، يقطع عنه السلام ويقطع عنه التحية ويمر بجانبه ويهز كتفيه وكأن الأمر لا يعنيه. اعلم يا قاطع السلام أنك مبغض من عند الله إن لم تتب، مبغوض عند الله.
من حياه الناس بالتحية ولم يرد فإن الملائكة سترد بدلا عنه. إياك أن تجزع إذا امتنع أحد إخوانك عن السلام عليك ورفض أن يسلم عليك، وعندما يراك كأنه يرى الشيطان والعياذ بالله، أو كأنه يرى عدوه، إن أخاك هو أنت وأنت في منزلة أخاك. كان من الممكن أن تكون أنت هو وهو أنت، وهذه معادلة صحيحة، لأنكما ابني رحم واحد، ابني أب وأم واحدة. ما هذا الجفاء وما هذه القطيعة؟ أبعث محمد بن عبد الله صلى عليه الله من أجل ماذا؟ من أجل أن يرسخ بيننا معاني الأخوة الصادقة. فالسلام معشر المؤمنين تقرر في نفس قائلها وسامعها، تقرر الأخوة الدائمة. ولهذا تجد أن مرضى النفوس ومرضى الشخصيات تنفعهم السلام، فإذا امتنع أحدهم أن يسلم عليك فلا تبالي أن تلقي عليه التحية. تكرم بهذه الكلمة المباركة، تكرم عليه وسلم عليه، فلعل الله أن يهديه. معشر المؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الكبير كما يسلم على الصغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا ويوجهنا ويربينا، قال: يسلم المار على القاعد على الجالس، ويسلم الصغير على الكبير، ويسلم القليل على الكثير. هذه هي أدبات الإسلام. إن لم نتمكن من مبادئها فكيف سنصل إلى نهاياتها؟ من منع السلام كيف لا يمنع المعاملات الحسنة بينه وبين أخيه، بينه وبين أخته؟ بل منهم، بلغني من مصدر موثوق أن أحدهم لم يسلم على أمه أكثر من 10 سنوات والعياذ بالله. قال: أنا أقاطعها ولا أكلمها ولا ألقي عليها حتى السلام. أنا أقول له: السلام مش ملكك، مش ملكية السلام ولا رزقك، السلام هي تحية المسلمين فيما بينهم. وقد خلدها القرآن الكريم، وأنا أتأسف وأتألم كما يتألم بعضنا عندما يهجره أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه يقول لك خويا، يفوت بجنبي ما يقول لي السلام عليكم، ما هذا؟ إنه تنكر لتعاليم الدين ولمبادئ الدين. ومن أجل ماذا؟ من أجل 4 فرنك 4 سوردي، أو من أجل قطعة أرض، أو من أجل كلمة أو كلمات، يقاطع المسلم أخاه المسلم، ويتحسر المؤمن ويتأسف. بل ومنهم من طلب السماح وطلب العفو وطلب الاعتذار، ولكن أخاه شابهه بعدم الصفح وعدم المسامحة، قال له: ما نسامحكش إلى يوم القيامة، لن أعفو عنك. يصاحب جميع الناس إلا أخاه، يوادد جميع الناس إلا أخته. أجاءنا الإسلام لننبذ تعاليمه، وبعدها ندعي أننا نصوم ونصلي ونستقبل القبلة. إن غير المسلمين، معشر المؤمنين، غير المسلمين لا يتركون التحية، لا يتركون التحية إذا التقوا مع بعضهم البعض. أما نحن المسلمين فقد هجرنا الإسلام من أول باب. أول باب تدخله للإسلام فإنك تستشعر كلمة السلم والسلام، ألا وهي التحية والأمان على من لقيت. فإذا سلمت عبد الله فاعلم بأنك من خير خلق الله، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين،
والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المؤمنين، قال الله تعالى في القرآن المبين: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. على الأقل، على الأقل عبد الله، أن تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. ما بال بعضنا يقول: لا أكلمه 10 سنين أو أكثر من ذلك، كأن الناس متقاطعين سنوات طويلة. ما هو السبب؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، جاءنا القرآن لنقرأ القرآن ونفقه القرآن. بعض الناس يحفظ هذه الآيات بيد أنه كحجرة في واد لا تشرب ولا تترك الناس يشربون، حجرة لا ينتفع بالقرآن من القرآن بشيء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. معشر المؤمنين، على المؤمن أن يلين جانبه وأن يتنازل عن الضغينة وعن البغضاء وعن حقد الشيطان. يجي الشيطان يقول له: رد بالك تكلمه، إذا كلمته فإنك ضعيف، راك ضعيف. وأن الحق فيه، نقول: نعم صحيح، إن الحق فيه، ولكن عليك أن تتنازل. والله يجمع جون ناس في بعض الأحيان يبكي بالدموع من جال أخيه: ما بيني وبين أخي؟ من الذي قطعنا؟ من الذي قسمنا؟ أهي النميمة؟ ما هذا؟ ربما تكون أسباب كثيرة ومتعددة، ربما يكون بينهم النساء، ربما يكون بينهم الأطفال، ربما يكون بينهم شبر من الأرض أو متر من الأرض، فيصارم أحدهم أخاه. إلى أين يذهب هذا الأخ؟ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن وهو يصف هارون وموسى، قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقال في شأن يوسف: أنا أخوك. وقال في ابني آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم. ابني آدم، إن الأخوة ذكرها الله في القرآن ليست للرسم، مش للكتابة، ولكنها للتطبيق، ولكنها للتطبيق. إن أخاك إذا وازرك وآزرك ووقف معك فإن أمور الدنيا ستهون، أما إذا قاطعك وابتعد عنك فإنك فريسة لغيرك. شعرت بهذا أو لم تشعر أيها المظلوم؟ أقول للمظلوم: عليك أن تنصف نفسك قبل أن ينصف الظالم نفسه، وارجع إلى أخيك، ولعلك أخطأت في حقه فعلا. فإذا رجعت إليه وتنازل هو ورجع إليك، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير. أما إذا زعزعت الأمة في الخلية في النواة الحية فإن الأمة لا تقوم لها قائمة. اعلموا أنها لا تقوم للأمة قائمة إذا عاش هذا الصرام، هذا التقاطع بيننا. وقد تجد الأب وللأسف أو الأم يوصي أبناءه، يقول لهم: ردوا بالكم تكلموا عمكم، ردوا بالكم تعيدوا عليه، ردوا بالكم تزوروه. وبعض الأمهات كذلك شتتوا المجتمع ودمروه. لماذا؟ لحاجة في النفوس. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا عجز الإنسان عن قتل أخيه، وهذه هي الحقيقة الشرعية، فإنه يقتله بطريق غير مباشر، يقتله معنويا، يلاقيه ويسلم على جميع من حوله، يسلم على الناس ويصافحهم، كيجي الخوف يتجاوزوا. هذه هي تعاليم الدين. أأنت أيها المقاطع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم تدعي ذلك؟ روح للنصارى،
لليهود، لأي فئة، لأي طائفة، لا يقاطعون بعضهم البعض. هذه أخوة الأم والأب. أما الأخوة الإيمانية والدينية فحدث ولا حرج، تلقى يتكتل مع واحد يختلف معاه يعيش سنوات وسنوات وظهر وربما يموت فلا يكلمه. أما ابن الأم والأب فقد بلغني عمن آثق في كلامه أن بعضهم مرض مرض الوفاة، مرض الموت، فقال ائتوني بأخي لأراه، لأصافحه، لأتسامح معه. فقال الأخ البار العاصي العاق لن أقبل بمسامحته، يموت هكذا ولا يراني ولا أراه. والله إن هذا الكلام لصحيح، وهنا ووقع عندنا ويقع في أي مكان. أقول عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حلنا بمكارم الأخلاق فإنه لا يحلي بها سواك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.